مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامج مسابقة الأمثال الشعبية. قدمنا في الحلقة الماضية مثل إذا كثرت الرعيان ضاعت، والمثل هو إذا كثرت الرعيان ضاعت الغنم. ذكرنا نحن بعض المرات الرعيان إلى من اجتمعوا بقوا يسولفون راحت الغنم عنهم ودوروها ما لقوها، وهذا المثل أوردناه في الحلقة الماضية. أما مثلنا في هذه الحلقة فهو اصبر على كيد الحسود فإن، وبعدين كلمة من أربعة أحرف قاتلة، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أنا أوردت هذا المثل، هو بيت شعر قديم، وأوردته لأن نعطي مجال للأكثر الناس اللي طبعا قد تجهلهم بعض الأمثال اللي قدمناها. وقبل أعزائي المشاهدين أن نكمل المثل، إحنا اليوم هذا الحلقة 20 وليلة القيام، ونتمنى إن شاء الله للجميع الغفران بإذن الله تعالى، وأن الله يعني يتقبل منكم صيامكم وقيامكم بإذنه تعالى. نرجع إلى المثل أصبر على كيد الحسود فإن، كلمة من أربعة أحرف قاتلة، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يضرب المثل لمحاربة الحسد وعدم الاستسلام والخوف ممن هذه صفاتهم. الصراحة أن الحسد هو الحسد المعروف، الناس يحسدونك على اللي حتى على رزقك اللي عندك، يعني هذا ملك أموال وهذا ملك، يحسدونه على بعض الناس طبعا لهذه ميزتهم وصفاتهم، والحسد منهي عنه، ولكن هذه آفة في بعض الناس. بالإضافة إلى الحسد، هذا الحسد النظر، العين اللي يصبون الناس بعين. أنا شفت بعض الناس يعني يرمي، يقول له تراك أنا بأصيبك كذا كذا، يهدد فيه، يهدد الناس. وبعض الناس يستسلم لهذه يعني هذه المشكلة، ولكن المفروض أن الإنسان يكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. النظر المعروف، الحسد هذا يعني معترف فيه، لكن يطلب إن شاء الله من الله أن الله يحميه من النظر. وأنصح كل من في ابتلي بهذا، بعضهم ترى يفز الحلالة، يعني يحسد نفسه بنفسه، يعني يشوف عنده سيارة طيبة ولا شيء طيب ويفرح بها ويصيبها بالعين، فهذه آفة. يطلب يعني إن شاء الله من فيهم هذه الآفة وهذا المرض ابتلاء، أنهم يلجؤون في هذه الأيام إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتمنون إن شاء الله أن الله ينقذهم من هذه الآفة. نرجع إلى مثلنا. المثل يقول اصبر على كيد الحسود فإن، وبعدين كلمة من أربعة أحرف، أربع نقاط بين قوسين، فإن كذا قاتلة، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أتمنى أعزائي المشاهدين لكم التوفيق، ونرحب بمشاركاتكم في حل المثل من خلال هاشتاغ أمثال شعبية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيعلن اسم الفائز إن شاء الله من خلال برنامج عصرية الذي يبث الساعة 3 عصرا. أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء.